Sus Pontifex Maximus et Beshara Rai Cardinalis Sancti Romani Ecclesi Precibus nobis adibitis libente animo concedentes quibus te acceptimus de Ecclesiae reiqui catholici bono atque incrementum beni meritum esse ut patens grate nostre voluntatis testimonium promamus te aesam feris e nazioni libanensis equitem commendatorem ordinis Sancti Grigori Mani e classe civili elegimus facimus ac renunciamus tibique facultatem tribuiumus et privilegis omnibus utendi quae cum hac dignitatem sunt coniuncta datum Rome apud Sanctum Petrum digi decima e prima mensis aprilis anno bis millesimus decimo quinto Petrus Cardinalis Parolin Secretarius Status. من أخينا الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق فقد وجدنا جدارة يمدح فيها في نمو حياة وخير الكنيسة لذلك كعلامة وشهادة تقدير في إظهار امتناننا نختار ونعلن ونرسم عصام فارس من الأمة اللبنانية قائدا فارسا للقديس البابا غريغوريوس الكبير مع الحق باستعمال جميع الامتيازات التي تخص شرف هذه الكرامة أعطي في روما قرب القديس بطرس 11 نيسان سنة 2015 الكاردينال بيترو بارولين أمين سر الدولة هناك المشاهد الأكبر أجيب الكاميرا طيب خلاص بعد الوشاح الأكبر هناك إشارة العنق والصدر وبعد هاتين الإشارتين هناك سيف القيادة فيها سيد الزر إذن إشارات هذا الوسام هي الوشاح الأكبر أزرار الصدر والعنق وسيف القيادة سيف المحبة سيف المحبة وهناك بدلة خاصة للقائد حامل هذا الوسام لضيق الوقت لم يتيسر الحصول عليها